صناعه فخار صناعه يدويه، صناعه قديمه صناعه يدويه، كان واخدها وراس عن ابويا كان بيشتغل نفس الشغله دي، فانا متعلمها. يعني بنجيب عدتين نسبه الارض الزراعيه، يعني بنجيب نسبه بس منها، لان يعني شغله بسيطه، ما بنجيبش كميات كبيره، لان مش اي طين اللي ينشغل. وبيجي طين تاني اصناف تانيه، طين مثلا رمله، طين جنب ماسكه شويه، فبنخلط دي مع بعضه عشان ينشغل. اول بتيجي طميه، طينه طميه خالص ناشفه، فبتخش عندي في حوض هنا تتصفى. بعد ما بتخش في الحوض بترجع تاني تجمد كده اهوت، تبقى عباره عن زي دي مثلا كده اهو، زي دي كده، وتيجي تخش المكنة اللي هي دي. المكنة دي بتسويها، بعد المكنة ما بتسويها بجيب الطلب اللي انا عاوزه وبشتغل هنا. المكنة دي عبارة ان هي عمود حديد طولاني كده اهوت، منفصل من الوسط على طبلية خشب. الطبليه الخشب ديت اللي لي بطوعها برجلي زي ما انا عايز، خدت بال حضرتك؟ فوق قرص حديد اللي انا بحط عليها الطينه اللي انا بشتغله كده يعني. فكده دي مهمه الايه دي اللي بشتغل، يعني هي المقصود يعني لا هي مثلا كهرباء بشتغل عليها ولا اي حاجه او موتور او لا، هي كلها يدوي. دهيت بتتعمل على مرحلتين اتنين، دي مسقة حمام بتعمل على مرحلتين، أول مرحلة اللي هي دي كده، تاني مرحلة لما أنا عملتها نفس الحركة دي كده خدت مرحلتين، كده خلصت، كده بتتحط جوه تاني هنا اهوت، تنشف براحتها، بتقعد لها حوالي بتاع أسبوع ولا حاجة على ما تنشف، بعد ما بتنشف بتخش الفرن، خد بال حضرتك؟ بتقعد في الفرن بتاع 3 أيام كمان ولا حاجة، ده على ما بتستوي. اما النار بتاع السوا بتاعها بتستوي في خلال 3 ساعات.